وللحديث أكثر عن الاستعدادات ينضم إلينا من المشاعر المقدسة السيد صلاح حسن رئيس لجنة الكشافة في بعثة الحج البحرينية. إذن سيد صلاح، ما هي الاستعدادات التي تقومون بها كلجنة الكشافة في بعثة البحرين للحج في المشاعر المقدسة في عملية تفويج الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجنة الكشافة من اللجان المهمة في بعثة مملكة البحرين للحج، وهي تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج مملكة البحرين. ويتسلسل عمل اللجنة حسب تسلسل مناطق الحج، فهي في بادئ الآن تقوم على استقبال الحجاج البحرينيين في مقر البعثة، وكذلك تقوم باستقبال أصحاب الحملات لدى مراجعتهم من جانب البعثة وتسهيل أمورهم. كما تعمل لجنة الكشافة مع لجنة التخطيط بالبعثة على توزيع الأراضي المخصصة لحجاج مملكة البحرين بمشعر عرفات ومنى ومزدلفة، وتتعاون أيضا لجنة الكشافة مع اللجنة الأمنية بالبعثة في تنظيم ودخول وخروج حجاج البحرين لمخيم عرفات وإرشاد الحجاج البحرينيين لأماكن حملهم. وتعمل لجنة الكشافة أيضا بعمل اللوحات الإرشادية للمخيم لتسهيل وصول الحجاج إلى أماكنهم، وتقوم كذلك بالتعاون مع اللجنة الأمنية في مرافقة الحجاج لمشعر مزدلفة بتوجيههم للأراضي المخصصة لحجاج مملكة البحرين لمشعر مزدلفة. أيضا تقوم كشافة البحرين بالإشراف والتنظيم لإدارة مخيم مينا وتوجيه الحجاج وتنظيم دخولهم وخروجهم من المخيم. نعم. وكذلك تقوم كذلك بشرح الخرائط الخاصة بالأراضي المقدسة للتسهيل للحجاج الوصول إليها. وأيضا كذلك ما يميز كشافة البحرين بأنهم مؤهلين للإسعافات الأولية، وذلك لتقديم المساندة والدعم للجنة الطبية في حالة حدوث أي طارئ إن شاء الله حدث. نعم، السيد صلاح حسن رئيس لجنة الكشافة في بعثة الحج البحرينية، شكرا جزيلا لك.